عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع صحاك والشباب؟ مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد، ونتمنى لكم رمضان كريم. تقديت عند الجزار، خديت من عنده واحد شويه ديال هاد البريوات. هاد الورقه ديال البريوات هادي ديال الشينوا تكون زوينه، فيها 40 حبه. خديت شويه ديال السميده الرقيقه، السميده الموين، السميده الرقيقه خديت منها جوج. خديت هادي، خديت هاد الخبز هذا ديال كباب الدراري تعجبهم، غادي يتغداو فيه. خديت لهم واحد شويه ديال المركاز، والتقضيه الاخرى ما قديتش نهزها، قلت لسلمى حتى تدوزي خديها. شوفوا باينه فيا العيا، مهمتي وهي العيد تعبت. هادي 4 ايام دابا باش جلست كونجي، مي اختكم ما كاين، عجري جري 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 جري، خد هادي جيب هادي دير هادي، باش نوفر الوقت للعباده في رمضان. ما بغيتش نخرج ابدا، ما بغيتش نخرج ابدا. صلي صلاتي ونقيم بالفوارد ديالي، وندير داكشي اللي خاصني، وعاد نوجد الفطور لوليداتي. ويا ربي قدرني حتى لديك الساعه، وداكشي اللي باغيه يا ربي يعطيني القوه والقدر وباش نوصل لداكشي نديرو كيما بغيت. مهم دابا كيما شفتوا راني مشيت عند الجزار، حنا تنقولوا الجزار، حيت الجزار هو عربي، تيكون اما عربي ما تيكون تركي، تيكون عنده كاع داكشي ديال اللي كنكونوا محتاجين حنايا العرب، حنا العرب والترك وكاع دوك المسلمين المهم اللي كاينين هنايا مقيمين في الخارج، تيكونوا كنمشيو ديما عند هذيك البلاصه، كنلقاو تما بلا راه كلشي حلال عنده، تقدر تهزي بعينك مغمضين. داكشي علاش حنا تنقولوا مشيت عند الجزار، اللي سمعوا مشيت عند الجزار عنده كلشي، كلشي عنده بحطوط، كلشي عنده موفر. ايوا المهم خديت التقضيه كما قلت لكم، خليت النص ديال التقضيه عنده، ما قديتش نهزها ثقيل عليا. سلمى ما مسالياش، قلت لها دوزي اختي سالي جيبي داكشي، صافي ورجعت انا بحالي. دابا غادي نمشي نصوم معكم الشباكيه البنات، تبقاو معايا ما تمشيو فين، خليكم حتى الاخر في الفيديو. البليغات اللي تيقولوا لهم بليغات، انا غادي نوجدهم معكم بواحد التشكيل، بواحد التشكيل اخر، وهادو هما المقادير اللي كيخصكم دوك البليغات. المهم غادي ندير معكم وميم طون نقول لكم شنو. هنا عندي جوج سونطرا باش تشوفوا واش كندير. عندي جوج كيسان ونص ديال الفرينه، كاس ديال سمسم ديال الزجلان، عندكم شويه ديال الملح، معلقه صغيره ديال القرفه، صفر البيض، معلقه صغيره ديال الخميره، نص كاس ديال الزبده، ماشي نص كامل، المهم نص نص، هذا ما ظهر حتى هو. وهنا غادي نجمعوا القوام ديالنا، المهم نجمعها ونرجع معاكم البنات. انا جمعتها، شفتوا رشيت واحد شويه ديال المزهر مازال لحقاش، كان خاصها شويه. المهم انت عينك ميزان، غير ترشي رشيشات، ماشي تقولي نكسب، ترشي غير رشيشات ماشي تقولي نخوي بزاف، صافي. المهم انا دابا جمعتها، كتجمع شويه قاصحه بحال هكا، غادي نديرها في واحد البلاستيك تخليها ترتاح واحد شويه، ونعاود نرجع معكم باش نخدموها. يلا بيد ما هي كترتاح غادي ندير معكم الشباكيه حتى هي باش نخليوها حتى هي ترتاح، بيد ما المهم غادي نديرهم بجوج، غادي مني كنخدم في وحده الاخرى، الاخرى راه كتسنى كترتاح، وهذا وغدا باش نضربوا حجره بعصفورين
ولا ما عرفت كيفاش يقولوا ليها. يلا نتمنىكم فهمتوني تكونوا فهمت. هنايا البنات وجدت كلشي داكشي اللي خاصنا نديرو في الشباكيه. هنا عندي النافع وحبه حلاوه. هنايا عندي الخل وزعفران الحر اولا مكعب عندكم ديال الزعفران. عندي كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال الزبده. عندي غادي ندير صفار بيضه، معلقه كبيره ديال لا كانيل ديال القرفه، شويه ديال الملحه، شويه الراس ديال المعلقه ديال الخميره الفوريه. وهنايا عندكم كاس كبير ديال ججلان اللي هو مطحون ومصوب. هنايا غادي ندير معكم كلشي دابا في هاد الخليط. هنايا غادي نديروه يتطحن وعاد ندوزو للمرحله الثانيه. غنديروا كلشي هنايا، هاد الكاس ديال الزيت، الكاس ديال الزبده حتى هو. غادي نديروا النافع، النافع عندي جوج معالق كبار، معلقه ديال القرفه، خميره رويس مليحه. غادي نديروا نديروا ججلان، وهنا غادي ندير صفر البيض. ما نديروش البيض البيض لانه كيدير لنا كشكوشه، انا غير الصفر فقط. صافي الخليط ديالنا هو هنايا، غادي نمشي نطحنو ونرجع معاكم. هنايا الخليط ديالنا هويا، شوفوا كيفاش جا، وغادي نديرو هادشي كله هنايا. الأحسن تخلطو كلشي فطرة وحدة في واحد الخلاط كهربائي، السوائل وهداك الججلان، كلشي خلطوه في خطره وحده باش يجيكم كلشي سهل. هنايا البنات غادي نخلط هاد النص كاس ديال الخل مع المكعب والزعفران الحر. غادي نديرو هنايا حيت لحقاش غادي نسخن هاد الخليط في الميكرويف. غادي تخويو 250 مليلتر ديال الماء زهر. هاكا غادي نديوه يسخنوه حتى شويه في الميكرويف، ولا اولا ديروه في الكسرونه حتى هو يسخن. يلا نرجع معكم. الخليط ديالي هو سخنتو، غادي نهرب نخوي على هذا الخليط الاخر. انا كنخوي وانا كندلك. ايوا غادي نجمع الشباكيه ديالنا. كنبقاو هكايا حتى كنجمعوها، ما ندلكوهاش غير نجمعوها. وإلا خاصنا نزيدو الماء نزيدوه غير شيشه فقط. ما هي بالنسبه للقدر اللي عطيتكم راه كافي، كافي باش يجمع لكم كيلو ديال الفرينه. المهم نجمعها معاكم وفي الاخر نخليها ترتاح واحد شي شويه
وغادي نرجعوا للبليغات ديالنا اللي صوبت معكم في الاول ديال الفيديو. بيدما هذه ارتحت جماعه ونرجع معكم البنات. البنات هي جماعه صافي شوفوا كيفاش كتجي، راه ما زدت لا ما لا والو، كفاني داك المزهر اللي جمعت عيب المزهر. المهم هنايا غادي ندير هكايا حريبلات اللي غادي نخدم بهم من بعد ملي غادي تلقوا القام موجدين. ندير نص ساك بحال هكا ونخليهم يرتاحوا. مهم بقى على هاد الطريقة تما تبقاش ليا العجينة راه كلها في الميكرو ونخليها. غادي نرجعو للبليغات صافي ما عطلقو وغادي نشدو هاد القطعة هادي لي هكايا بهاد السنيفات نقطعو بيها نشوفو واش خاصها نديرولها بحال هكا ونقرصوها هنايا ونديرو لهادي هكا كتجي بحال هكا. بدلت الشكل ديالها ما عنديش بليغات بحال كيما ولفين كتشوفوا، غادي نخليها بحال هكا ونحطوها في شي بلاطو ولا شي طاوة ونكملو على داك الشكل اللي درنا. غادي نزيدو نضربوها واحد شويه، جاتني شويه غليظه تجي ما تكونش غليظه بزاف. بغيت ننوع شويه شويه هكا وشويه هكا، ماشي ناكلو غير الشباكيه بوحدها هكا وساهله هادي دغيا غادي تسالي بيها. واللي ما بغاش يدير الشباكيه ديال غير هادي حتى هي راه زوينه ما بيهاش، واللي بغى يدير الخليط ديال الشباكيه ويديرها هاد ساهله هادي ما فيها لا تشباك لا والو. نعاود معكم وحيده كتشدوا ديروا هكا، ما تديروش ما تلاقيوش وحده مع وحده لا، تخليو بحال هكا واحد شويه وكت
كتقرصو هنا وكت داك لي شايط كتردوه بحال هكا باش كيجيكم هاد الشكل بحال هكا. كنقرصو مزيان هنايا صافي وتخليوها نشف صافي ونكملو نمشيو مع لاباط حتى نساليوها. بغيتو ديرو اكبر من هادي تقدرو ديرو اكبر من هادي انا تعجبني الحاجه الصغيوره لقمه وحده ديرها في فمك تجي زوينه. كملوا ورجع معكم. هنا جاني بلاطو قد هكا بحال هكا شفتو نص كيلو. المهم نقولوا نص كيلو عطانا نص كيلو بحال هكا جوج كيسان ديال طحين ونص عطاك بحال هاد بركه واحد الا بغى ينوع في الطبيبله ديالو. يلا دابا نرجعوا للشباكيه ديالنا نخليوها هادي ترتاح شويه ونرجعوا للشباكيه. هنا غادي نبسطو الشباكيه ديالنا نبداو الخدمه ديالها. دابا انا جيت هنايا جلست هنايا يا بليزتي باش يلا نكملها وانا عندنا الماكينه هنا نديرو خمسة ديال الشريطات. واحد جوج ثلاثة أربعة وخمسة. واحد جوج ثلاثة أربعة وخمسة. نقولكم خمسة حيت واحد جوج ثلاثة أربعة وخمسة. خمسة شريطات كنلصقو هذا مع هذا وكنلويو هذا
صافي وكنكملوا على هذا الطريقه هذه. نحطوا في الطاوه ديالنا وكنمشيو هادين. الشباكية ديالي ساليتها الحمد لله. هذه الشباكية، هذا دوك البليغات، الشباكية الشباكية الشباكية، عطاني واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة ديال البلاطويات. تما درت كيلو ونص ديال الشباكية، عطاوني أربعة البلاطويات وهذا البليغات. والمهم حتى نغدا نقليهم إن شاء الله. الشبكة ديالي ما كتبدلش، انا ديما لا ميم. يلا حتى الغدا. هذا هو الاخر اللي بقى ليا ديال الشباكيه، درتها بالعسل، كنخليها هنايا هكذا كتبتر بلاش بزاف، غير كنحيدها من هنايا. وهنايا ها شحال عطاني، هنايا كيلو ونص ديال الطحين عطاتني هاد الشباكيه بحال هكا. وهذا بقى ليا، بقات ليا هاد البليغات هي خليتها حتى الاخر تنحيد عليا البليغات، نحيد عليا الشباكيه تبقى ليا البليغات غادي نقليها وصافي ساليت. هنايا غادي نرمي البليغات هنايا ونقص عليهم البوطه باش ما يتحرقوش لك. ديري هنايا واحد الكميه لا باس بها، حنا هما صغيورين دغيا، وتبعوا الجزلان كيفاش كيطرطق كيتقلى، داكشي علاش ما خصكمش ديروه مع الجزلان مقلي. الجزلان هكاك خضر ديريه في الطحين. المهم يدي هنا ويدي هنا الحمد لله، داكشي اللي كنت باغيه نديرو قبل العمدان انا درتو وفرتو الحمد لله. صافي الحمد لله. شوفوا البنات كيفاش كتجي كتفتت، صافي كتذوب معلكه وكتجي غزال الحمد لله. كملت داكشي في الوقت ديالو المناسب الحمد لله. نتمنى البنات تكونوا نتوما درتوا الشباكيه ديالكم ودرتوا وفرتوا كلشي داكشي اللي كان خاصكم ديروه، والحمد لله يا ربي. وكنتمنى لكم رمضان كريم، طول عليكم الصحه والسلامه. والسلام عليكم البنات، والى الفيديو الجاي ان شاء الله.